كثيرا ما يقال ومن الحب ما قتل، ولكن أيمكن القول ومن الحب ما صنع؟ الجواب في إقليم كردستان العراق نعم. ناريمان شاب كردي لم ينهي دراسته المتوسطة بعد، اجتمع في قلبه عشقان، عشق لمحبوبة قلما تراها عيناه، وعشق لفريق مدينته الكروي، فما كان منه لأن يعبر عن هذين العشقين إلا أن يصنع طائرة، فكانت بلون الفريق الذي يشجعه، وباسم وسنة تولد الفتاة التي يعشق. بناء هذه الطائرة كان بمثابة حلم بالنسبة لي، وهذا الحلم قد أصبح حقيقة بفضل الله. أي شخص لديه حلم عليه أن لا يستصعب الأمور، وعليه أن يثابر، وليجعلني أمامه مثالا بسيطا، وعلى الشباب في إقليم كردستان وخارجه أن يثابروا التحقيق أحلامهم. مقص ومثقاب كهربائي وعدة نجارة وعمل يدوي في جميع مراحله هي أدوات ناريمان البسيطة التي أعانته طيلة 4 سنوات على صنع طائرته، وعمله من وجهة نظره لا يقدر بثمن. ورغم استهزاء المحيطين به، إلا أن طالب الدراسة المتوسطة أصبح مرجعا لطلبة كليات الهندسة في الإقليم، يعلمهم قواعد الهندسة عمليا لا نظريا. أنا أتساءل لماذا لا يوجد في إقليم كردستان العراق مصنع لصناعة الطائرات، لذا فأنا أنوي أن أصنع الطائرات لصالح حكومة الإقليم والحكومة العراقية، إن رغبوا في ذلك كما باستطاعتي أن أسوق لهم الطائرات التي أصنعها. صعوبات جمة اعترضت ناريمان، أبرزها امتناع سلطة الطيران المدني عن منحه ترخيص الطيران في مطار أربيل، فوجد ضالته في مطار حرير المغلق والذي يقع عند أطراف المدينة، حيث لا يوجد ما يمكن له أن يهدد حياة ناريمان أو آخرين غيره. المطار يحيط به سلسلة من الجبال، ولا يعني لا يتشابك مع خطوط الطيران في أربيل وفي العراق، لذلك المنطقة معزولة ليس لها تأثير، والارتفاعات التي استخدمه في الطيران كانت في ارتفاعات واطئة جدا لكي لا يؤثر أو لا في هذه المنطقة، وأيضا على مسؤولته كبادرة قام بها بمسألة الإقلاع، على مسؤولته كهو كطيار، لكن الأجواء في هذه المنطقة منعزلة وليس لها أي تأثير ولا تحتاج، وحتى أنها بعيدة عن مسائل الرادارات لأنها تقع بين سلسلة من الجبال. رجال أعمال من كردستان دعموا مراحل تصنيع الطائرة بالمال، وشركات عالمية متخصصة في صناعة الطائرات زودت المصنع بمخططات تصنيع الطائرة. بعد إنجاز عملي وتحقيق أكثر من 30 ساعة طيران ناجحة، حصل ناريمان على حقوق التصنيع الحصرية للطائرات في الإقليم، ومعه يكبر حلمه بأن يتحول من ميكانيكي للسيارات إلى مصنع للطائرات وبخطوط إنتاج تجلب له ثروة عزت عليه من مهنته الحالية. من مدينة أربيل، يوسف الحسيني، BBC.